صابر خطر. لا ده شارد بالمال لكن خداع لا يخدع المال. كم من فقير عايش براحة بال وانت الغالي ولا ليلة هلالك. شوف يا قلبي شو اسمه انا امشي لا يطمع ويقلع بلقم حلال. عندك صبي وكاس صح صح معي فكر بوجع الناس ساعد أخوك برأفي وبإحساس صف المرايا دنيا تصفالك حقير نقي صبي لازم بعدين نحن جسد نحن جسد في رحيطالك ولا هل أحلى من مرة كاترينة اللي دفنه يا محمود تعبان يا الحامل بيدك راحت البنت يا بابا راحت البنت راحت مثل ما راح مبارح. لا تيأس من رحمة ربك يا رجال. شو ما يأس يأست وخلاص خلاص. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل مشاكل نسخ. شو دخلوا شو هالحكيات؟ قالت لي رحاب إنه هو السبب بمرضها هي ممكن يخليها تموت. الله يقدر عليها. هني قالوا لك انه معك سرطان بالدم؟ نصيبي. بس انت ما معك سرطان. بدك تسأليني شلون عرفت ما؟ هلا جيتي من المخبر. وشو قالوا لك؟ زوجك اللي نقل لك المرض ما؟ لكن أنا اللي نقلته لحالي. هو اللي نقل لي الفيروس الله يصطفل فيه. يعني أنت قصدي أنك ما عرفتي حدا غير زوجك؟ فؤاد أنا آسف ريحان آسف.
اشهد الله علي ما حدا لمسني غير جوزي. انا مصدقك ريحان، بس بترجاكي لا تبكي. لكن مو حرام هو يعمل عملته وانا اللي انبلى فيها؟ مو حرام؟ هي هي العداله؟ بحياتي ما غضبت ربي، ليش عم بيعاقبني هالعقاب؟ ما بعرف. وبهالمرض الوسخ بالذات. امتحانه. قولي قولي على هالامتحان، قولي قولي اذا عرفوا الناس وبابا وماما. سيلي كل العالم، فكري بحالك بصحتك. صحتي؟ ليش هذا المرض بيخلي صحة يا فؤاد؟ اقسم بالله اني مستعد اذا بتقبلي اكتب كتابي عليكي ونتزوج. حتى لو بدك تموتي بين ايدي. انا اذا بدي ازعل بدي ازعل لاني رح افقد شخص مثلك. قومي قومي نقعد مع اهلك. اذا عندك شغل روح. انا من هلا وطالع. انت شغلي يا ترى بتغدوني عندكم اليوم؟ وعلى اساس شربان قهوه وشاي لشبعان. قلت هيك لاني ماني طايق احط شي بتمي، حتى الهوا عم تنفسه بالزور. مسحي دموعك. لك رنة موبايل عم تخليني نط من أربعتي. أنا لازم لاقي حد للعذاب اللي أنا فيه. رح أختنق، رح طق. شو لازم أتصرف يا ربي؟ وعيني ألهمني. صباح الخير. صباح الخير. صباحية مباركة يا عروس. بالله بكير، صار لي أربع ساعات مداومة. والله كنت بشغل. بزمتك أيهم، شفت عروس بتنزل على شغلة تاني يوم عرسها؟ يا ستي من إيدك، أنت اللي اخترتي. بلا دساتك يا عند الصبح. الله يسعدك. ويسعدك. إمتى وكيف؟ حكيتي مع سوزان؟ أكيد لا. ليش لحتى أحكي معها أنا؟ ليش ما تحكي معها أنت؟ أنت صاحب العلاقة وأنت المفروض تحكي معها. صار لي من امبارح بالليل عم شجع حالي، نفت على الشركة ما بعرف شو صار لي، همت بفرد همدي خفت. انت خفت ورجفت. ايها سوزان ما انا معقده وبنت من فتحه، يعني حتى اذا رفضت طلبك ما حتكون قاسيه معك. قلتك اي قلتي. واذا بتريد لا تعطلني عن شغلي اكثر من هيك. دخيله دخيله. اهلا ايها. اسمحي لي اطفل عليكي فنجان قهوة. معناتها في حدا زعجك بالشغل؟ لا لا بالشغل ما في شيء زعجني، بالعكس يعني الشغل كثير منيح بس أنا مو منيح. طب تفضل اقعد حتى الواقف. يا ستي أنا شوف أيام، يا أما بتحكيها ما في قهوة. أنا مصر أسمع جوابي، يعني يا أما في أمل يا أما ما في أمل. يعني معقول بني آدم يعيش بدون أمل؟ هذا مو جواب وهذا مو سؤال. أمل بشو؟ يعني أمل إنه أنا وياكي نتزوج؟ لك إيه؟ خلص اطلبني من بابا. بربك أيام أنت شاب بتجنن وأنا كمان قلبي انفتح لك. سوزان إن شاء الله تطلعي فيه، يعني أنا لساتني على الأرض ولا طاير؟ لا طاير. قومي اقدري معك. أنا مو فاضي عندي شغل. طيب روح اطلبك منه هلا. هلا هون بالشركة لحالك؟ مو حلوة معك؟ بتجيب أختك معك وبتجي بتطلبني. اليوم؟ اليوم جاي شاب يطلب إيد أختي سوسن، شوف الصدفة، هو كمان حيجيب أخته معه. معناها بكرة؟ أنا اللي بقى تسألني على شيء. لك لك يسعد لي البطن اللي حملك، خاطرك. ما بدك تشرب قهوة؟ برجع بشرب أبوها بس بس لخبر أميرة.
ما بدك تاكل؟ فقت بكير واكلت. ماشي الحال. الاكل وفهمنا ليش ما بدك تاكل. هالسرحان لشو؟ بتعرفوا؟ صرت انا ونايم وانا وفايق عم بحلم بالشي اللي ساويناه وعم نساويه. قتل، دم، خنق. حتى احلامي صارت علي اقسى من نار جهنم. طيب شو رايك تروح تسلم حالك وتعترف وتخلص وتخلصنا؟ حاكم هيك وهيك عايش بنار جهنم. اذا هالشي بيريحني من العذاب ما عندي مانع. مجنون وبيعملها. بتعرفوا طالما عم فكر بهي الطريقه صرت بستحق القتل، ما هيك؟ لفها مصباح، لفها. بتعرفوا شو عم فكر هلا؟ بشو؟ انه نطلع نشم الهوا برا. بالله. طيب شو رايكم بالليل نروح على شي مطعم نتعشى هنيك؟ عم تحكي جد لك مصباح؟ عم بحكي عن جد ومصر، واذا ما رحتوا معي رح اطلع لحالي. يا قصتك يا مصباح؟ شو قصتك؟ شو مسكني عن روحك؟ روحي وين روحي؟ روحي راحت من هذاك اليوم. أنو يوم؟ مالل مالل، راح اطق، راح اختنق، راح بدي اتنفس، بدي اشم هوا. مصباح اوعك تفكر تطلع من البيت لحالك، لانه اذا طلعت بتصير مثلك مثل رياض. بتقتلني؟ قصدي بتصير خطر علينا. هي اديب طلع وما صار في خطر علينا. اديب جريمته انه خباكن عندهم، بس انت جريمتك قتلوا بلاوي زرقاء. قصدك قتل اخي وقتل الابرياء؟ مصباح تخنتها. طيب ماشي، ما منروح بالليل، خلونا نطلع هلا، خلونا نتغدى، خلونا نشم الهواء هلا. اما هذا مصباح عليك النهفة. أنا طالع وبالنهار والسلاح ما معي، وإذا فيكن تمنعوني تعالوا منعوني. مصباح!
صباح الخير سارة. صباح الخير. صباح الخير. شو غريبة متأخر اليوم؟ كان بحلب هلا وصل. صباح الخير. صباح الخير سارة. أهلا أهلا صباح الخير. إذا معذب حالك وجاي تشرح لي ليش طلقت العبير فلا تتعب حالك لأنه ما بدي اسمع. بس أنا مصر حبيبي اسمع. أنت معك حق 100%. عبير ما بتنفع لذلك طلقتها. في شي غيره؟ إيه في. في بابا إنه أنا بدي إياك تقتنع. ولك حبيبي بإيش بدي أقتنع؟ ولك لسه عمرك ما صار 33 سنة. صرت متجوز 4 مرات ومطلق. لك مين بدي اشوفها منك ولا من اخوك؟ يا بابا يعني خلص نروح على شغلك. بابا انا ناوي اتجوز. وهالمرة عن طريقك كمان. ها كمان عن طريقي. إيه انت عم تحلم لو تشوف حلمة ابنك. لا بابا صدقني هالمرة رح تكون اخر مرة. لكان ما لما تجوزتها لعبير كمان قلت لي بابا خلص هي اخر مره. يا بابا عبير هي السبب. هي هلا خلصني. انت شو بتقصد لما عم تقول لي انه بدك تتجوز عن طريقي؟ يعني روح مثلا ادور لك على عروس انا؟ يا ريت. نعم. يعني يا بابا هلا انا بدي اياك تخطب لي لانه البنت اللي انا حاطط عيني عليها يعني هي قريبه منك، هي بصراحه موظفه عندك. مين هي بقى؟ اميره اخته لايها. أنا شايف إنه أميرة بنت ممتازة. بعدين أنا طلبتها للزواج. إمتى؟ امبارح. وشو كان ردها؟ هلا هي قالت لي إنها مخطوبة ومكتوب كتابها، بس أنا بيني وبينك ما صدقت. لأنه لو مكتوب كتابها كانت لبست محبس، صح ولا لا؟ شوف أنا بعرف إنه هي أو سمعت يعني إنه هي مخطوبة أو مكتوب كتابها. وبناء على هذا الشيء كانت عم تقول انه بدها تترك شركة، يعني بدها تترك الشغل. شو هالحكي؟ انت متاكد من هالمعلومه؟ طب ليش عم تسالني؟ اسال اخوها ايهم. لا 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 ما في داعي ما بدي اسال حدا. بعدين انت شو قصتك؟ لسه ما برد تحتك وراقد لي بدك تتجوز بدك تتجوز، خلصنا بقى، خلص. حاضر. على كل اللي بنحكي بهذا الموضوع بعدين. بدك مني شيء؟ ايه طبعا بدي اياك تعال، دير بالك على شغلك يلا. على اذنك. شو هالقصة هي؟ بدي اتزوج أميرة؟ مرتي؟ يخرب عقلك شو عينك ضيقة. معقول؟ معقول ما عاد في جرائم بالبلد؟ لا حدا أكل سكين ولا حدا أكل رصاصة؟ لك يا أخي قلت لك خلي لي خلقة من تحت الأرض حتى لو اضطريت تقتل، شو بك؟ طيب ما عاد حدا على الريف، هنيك في جرائم كثير. لك قصدي جرائم الاخذ بالتال، لك شو بك؟ ايه ايه بتعرف؟ اذا لبيتني راح اكشكشك كشكشه بحياه عمرك ما تكشكشتها. هذا غير الخير اللي راح يهل عليك الشهر الجاي. شو فهمت مني؟ بدي اياها تازه وسخنه. ويا ريت تلفها بورق سلوفان كمان. مع السلامة. يمكن لازم افكر بطريقة ثانية. طمني يا سي سوسن. ولا مشروع بسوريا كلها ممكن يربح قد هالمشروع. بعدين نحن الالعاب اللي رح نجيبها بكل الشرق الاوسط ما في منها، نفس مدن الملاهي اللي بامريكا باوروبا. معلش معلش يا جماعه. خلوها تدرس كل شيء على مهلها، ما بدي اي شيء يفوتها نهائيا. لا اكيد ما حيفوتني شيء يعني لانه كل شيء صار واضح. يعني بنقدر نقول مبروك؟ مبدئيا الله يبارك فيك. والمبلغ اللي بدك تدفعيه نحن مانا مستعجلين عليه، انا وشركائي سدادين. لا لا مو هيك اكيد.
بكره الصبح بيكون المبلغ تحت تصرفكم. انا هلا اطمنت على نجاح المشروع. هلا لطمنت على نجاح المشروع؟ ايه طبعا، كنا ثلاثه خناشير وهلا دخل السعد بيناتنا. كلك زو. هلا بقى في مجال تفرجوني عرض كتافكم؟ لا يا طيب، بدي ابقى انا وخطيبتي اذا بتريد. خطيبتك؟ اليوم المساء ان شاء الله حتكون خطيبتي. في حدا بيقلع شبكاته هيك؟ انا. امشي عباس. اشتقت لي. مهدي وبانا مو بكندا، بتركيا. شفت شلون انه طلع كذاب؟ مو بكندا، بتركيا. السيد مدير المطار عمل اتصالاته وتبين له انه هو حاجز بمريديان اسطنبول عن طريق مكتب رامي للسياحه والسفر. وجبت الرقم. ممتاز. هلا انا ببلغ الجنائيه وهنن اللي بيجيبوا لنا اياه. لا لا بابا لا، الله يخليك. لا انبلى حبيبي انبلى. شو بدك تقول لهم؟ ما هو سحب المصاري كلياتها بناء على توكيل منك. حبيبي على توكيل مني ايه، بس هو سحبهم بدون معرفتي، بعدين ما دخلهم على خزينه الشركه. رح ينكر مشان ينقذ نفسه. طيب العملاء كمان رح ينكروا انه هن دفعوا له وهو قبض منهم؟ انا برايي نحاول نرجع المبلغ بدون شوشره. لا يعني هلا انت متوقع انه مهدي يرجع شيء اخده؟ انا بتصل فيه وبهدده. شرف، تفضل اتصل. شو؟ لا تضلك عم تبحلقي فيني هيك؟ شو قلتي؟ قلت ماني مصدقة. معك 10 ثواني لتفكري، ما بدك لدور على غيرك، أنا مصر أتزوج بهذا الأسبوع. بهذا الأسبوع؟ أنا هيك. طيب، طيب، ما بتطلقني مثل ما طلقت عبير؟ شوفي، إذا بتمشي على كيفي، بتضلك معي العمر كله. شلون يعني على كيفك؟ خلص انسي. ليك طول بالك، ليش هيك نقوزي؟ لأنه رح يخلصوا ال10 ثواني. موافقة. مبروك. على فكرة، لازم أقول لك على شغلة مهمة كتير. شغلة شو؟ زواجنا بده يضلوا سري. شو؟ بالمحكمة بس سري. ماشي أهلك يعرفوا أوكي، بس أهلي أوعيك. ليش بقى؟ يعني ما لي يومين مطلق، برجع أتجوز بعد يومين، شو بدهم يقولوا عني؟ لا، هي بدها صفنة 10 أيام، مو 10 ثواني. معك من هون لبكرة. أوكي؟ باي باي. Thank you. Thank you very much. No message. Thank you. شو؟ مهدي وبانا برات الأوتيل ومتوقع يرجعوا بأي لحظة. طيب، خليك عم تتصل فيهم باستمرار باستمرار باستمرار، اليوم لازم نحكي معه. بدنا نرجع على سوريا. كيف كيف؟ عم قلك بدنا نرجع على سوريا، بس ما رح أحسن أرجع لدمشق. لكن لوين؟ برجع لقيا بشتغل هنيك. بس ما فيني ارجع على دمشق، كل العالم هنيك بتعرفني بالسوق، واذا دري بابا يعني بتعرفي انت يعني بده يقدر راسا انه رجعت على سوريا. ايه بس انا يا مهدي ما بقدر. طيب اهلك امتى بدك تشوفيهم؟ قومي قومي خلينا نطلع نريح. شرفي. مستر مهدي، تليفون فروم دمشق بليز. العمى ما حدا بيعرف اني انا بتركيا ولا بانوتين نازل. غريبه حبيبتي، انت متصله باهلك شيء؟ ايه طبعا حبيبي، بدي اتصل. الو الو مهدي، مرحبا انا رائد، الحمد لله على السلامة. غدا شو؟ لا مهدي ولا كذاب، هاي كندا، هاي هاي تركيا. لك انت بايش مجبور؟ ما تلعب عفاريت؟ اهلين بابا.
لا اهلين ولا سهلين. اسمعوا، لا انت سحب 72 مليون بالوكاله اللي اعطيك اياها امانه، انا يا اما بترجع 72 مليون يا اما ببعث لك الانتربول يجيبوك من رقبتك لهم مثل الكلب. بابا طول بالك. شو قلتوا له؟ قلت انه 72 مليون ما بيطلعوا شيء قدام الخدمات اللي مقدمها انا لكل شركه من شركاتك. ولك هاي الخدمات اخذ عليها انت اجرتك، انت موظف عندي بالشركه. انا ما كنت موظف عندك مثل اي موظف، انا كنت في الدينامو تبع شغلك. دينامو حرامي. اسمع بابا، انا مو ابوك ولا انت ابو ابي. اذا انا مالي ابنك ومالك عندي شيء. سكر بوشي. اهدى لك سكر بوشي. هلا روح جزني على اسطنبول. طول بالك طول بالك. شو بدك تسافر لعنده يعني؟ بدي اسافر لعنده وبهدله وشرشحه كمان. بابا انا بحل الموضوع. انا ما بدي حل الموضوع، انا بدي احبسه. طيب شو المستمسك اللي بين ايديك؟ شو يعني؟ يعني انا بطلع لعنده وبتفاهم انا وياه، انت لا تتعب حالك. بس اليوم اذا لقيت طياره اليوم شرف جيز. شوفي لي اذا في اليوم اسطنبول الي. شو حنعمل هلا؟ لازم نترك اسطنبول. انت اليوم اليوم اذا ما لقينا طياره لازم نفكر نسافر عن طريق البر. ايه وتيمي اللي جاي ياخذنا؟ خلص بنعتذر منه وبندعو ونسافر. انت بتعرفي انه بابا بيعملها، ممكن يطب علينا باول طياره جايه على اسطنبول. خليني نشوف اذا فيني احجز اليوم على الشام. طيب انت طول بالك، بس خلينا نسافر عن طريق البر احلى. خلص عن طريق البر احلى احلى شرفي. مرحبا متعلم. اهلين اهلين. بالطبع بتغلب حالك انت يا اخي. ما بشي من قيمتك. خليك يا رب. تسلم. مرحبا عمو. رامي تعال حبيبي حطه بالمطبخ. شلونك رامي؟ كيف صرت اليوم الحال؟ اهلين اهلين سهلين. مرحبا. اهلين سهلين اهلين. مرحبا. يا اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا. ممكن ناخذ دقيقتين من وقت بنتك؟ ما في مانع تفضل. طيب انا لكان مستأذن يا جماعه. سيد فؤاد لا تروح عندنا يعني. انا ايه حاضر ولي على اذنكم. تفضل. تفضل يا مدام. أنا ليش بدهم يعني؟ وهي نحن لحالنا، ما تحكم. احكي دكتور، احكي. لأمري هذا أنا آسف. جوزك ما طلع عنده فيروس الإيدز. كيف ما؟ نحن عملنا تحليل أول وتحليل تأكيدي مثل حكايتك. فيروس الإيدز مو دمه. شو يعني؟ يعني بدك تقولي لنا كيف انتقل الفيروس لدمك ومين نقله؟ لك انتوا ما بتخافوا من الله. نحن اللي بنخاف الله. سيادة الضابط لو سمحت. مدام رحاب، يعني الوحيد اللي كنتي على اتصال معه هو زوجك السابق. حرام عليكم. بترجاكي بترجاكي تهدي لأقدر افهم منك. احتمال تكوني احتكيتي بحدا عنده فيروس الإيدز واخذتيه منه من دون ما تعرفي. ما فهمت. يعني استعملتي الادوات اللي بيستعملها، مثلا مكنه حلاقة، ابره بالوريد، فرشيه اسنان وعندك اللثه مجروحه. اي شيء ممكن ينقل الدم من شخص لشخص، مثل عمليه نقل دم. لا لا لا. يعني كيف بده يوصل الفيروس لدمك اذا كان لا من هون ولا من هون ولا من؟ معلش تخليني اشوف شغلي. اسف بس شيء بيطلع الدم للراس. مدام ريهاب، طيب خطيبك فؤاد يعني ما ممكن تكوني ضعفتي شي مره؟ لا انا مو هيك، والله مو هيك. ما بصير ما يكون جوزي هو الوحيد اللي نقل لي المرض. انتوا اكيد غلطانين. مدام ريهاب، نحن ممكن نغلط بالتشخيص بس الاجهزه الحديثه اللي عندنا ما بتغلط. شو يعني؟ بدكم تطلعوني بالفلتانه؟ طيب حاولي تتذكري، بركي شي مرة كنتي سكرانة يعني ومالك حاسة.
يا مدام لنقل لك الفيروس لازم نعمل عليه حجر صحي مشان ما ينقل الفيروس لغيرك، فهميها بقى. شو بدي احلف لكم؟ خلص خلص مدام ريحان، لا بقى تحكي ولا كلمه واعتبري اسئلتنا انتهت. بس مثل ما اتفقنا من بكره تبلشي تجي على المركز لنعطيكي الادويه اللازمه ونشرف على علاجك. واسفين للازعاج. يا سيد فؤاد، سيد فؤاد، انت من ايمتى خاطب على ست ريحان؟ من فترة قريبة. طيب وقديش لك بتعرفها يعني قبل ما تخطبها؟ من فترة قصيرة. ليش؟ ايدز ملعون ابوه. هيك بتسهل علينا المهمة. طيب خلال معرفتك بريحان ما لاحظت علي اي تصرف لفت لك نظرك؟ مثل شو؟ يعني ما كان لها اصدقاء شباب تطلع معهم تنزل معهم حتى لو كان شخص واحد؟ ابدا. وليش هيك متاكد؟ لاني بعرف اخلاقها منيح. طليقها الحقير هو اللي نقلها المرض. هي هيك قالت لك؟ هي الحقيقه. حقيقه انه مو اخذ الفيروس من طليقها. مين؟ نحن عم نسألك لنعرف من مين. نحن حللنا له دمه ودمه كان نظيف من الفيروس. انتوا غلطانين، ما في غيره. حللنا له وتأكدنا. لحظة، قولي إذا هذا الحكي صحيح. للأسف صحيح. أخي فؤاد، نحن شباب على بعضنا، والحكي اللي بده يصير بهي الغرفة تأكد إنه ما راح يطلع لبرا. انت واثق انه ما صار اتصال بينك وبينه؟ اعوذ بالله على النار. لك يا جماعه انا لمسمع لمسه، كيف بدي هدي هدي ولا تنفعل بهالحاله. بدك تروح معنا على المركز لنحلل لك ونتاكد. سيد بشير ضابط بالجنائيه ومعه امر باحضارك لمركز التحليل مشان تحلل. لك يا جماعه فورا. انت قديش صار لك لا اكلت ولا شربت؟ لساتني على ريق. ليش؟ قلنا لك مشان نحلل لك. يا جماعة صدقوني أنا ورحاب ما في شيء. نحن مصدقينك، بس التحليل لابد منه مشان تطمن على حالك. إذا أنا ما في شيء حللت. يمشي دكتور. تفضل. طيب بعد إذنكم بس بدي أخبر الجماعة إنه نحن ماشي. طيب خبرها ونحن منتظرينك برا. سافلي لقيت طيارة اليوم مساء اسطنبول الساعة 6 وعملت حجز على التليفون. ممتاز. مشان الفيزا؟ ما مشكلة، صلاح بن الصعب يطلعها. الساعة 6 معناتها الساعة 4 لازم تكون بالمطار، يعني يا دوب هلا تروح تمرق على شركة طيران تاخذ البطاقة وتاخذ الفيزا وتروح على البيت تضب اغراضك. يلا بتوصيني شيء؟ اي طبعا، بدي اياك ما ترجع فاضي. ان شاء الله. تعال لك بجوز يكون اخوك هلا غير الاوتيل باعتبار عرف انه نحن بنعرف وينه. طيب وشو الحل؟ الحل ما بعرف، بدك تدور بكل الاوتيلات لتلقطه وتقول له ابوك بده يشتكي عليك وراح يبهدلك قدام امه الله كلها. ماشي، يلا سلام. سلام. بالمناسبه انا كثير مبسوط انك عدلت عن فكره الزواج. سلام. قالوا لي
هلا جيتي من المخبر. وشو قالوا لك؟ زوجك اللي نقل لك المرض ما؟ لكن أنا اللي نقلته لحالي، هو اللي نقل لي الفيروس الله يصطفل فيه. ما عرفتي حدا غير زوجك؟ فؤاد أنا آسف لحالي، آسف. شهد الله علي ما حدا لمسني غير جوزي. بس إيدك عطتني منيح، خليك معنا هون لتطلع نتيجة التحليل لأنها ما تطول. أهلا ست لولو، تفضل. قول ماما قول. مرحبا رولينا خانم. أهلين لولو خانم، تفضلي. أم عبدو خلي ربيع معك، دير بالك عليه. حاضر. على مهلك. بتعرفي اني زعلانه منك؟ قد ايش صار لك ما مريتي لعندي؟ من كتر ما عم تمري لعندي. وليش لحتى مر لعندي؟ ما اخبارك عم تصلني من ابني يامن. والمفروض كنتي تحكي معي بعد الفصل اللي صار بكافيتيريا العشاء. الفصل اللي صار مشي بحال سبيله، يعني ما عاد في داعي للحكي فيه. طب ما المفروض انك تحكي لي انك عم تتقابلي مع ابني يامن؟ لولو خانم، هذا الغمز انا ما بحبه. غمز ولا حقيقة؟ ابنك يامن هو اللي ترجاني لحتى قابله، لانه في عنده مشكلة بده ياني يساعده بحلها، وبعدين طلع كذاب. مشكلة شو؟ تسألي. ويوم اللي كنتوا بالكافيتيريا مو انت اللي طلبتي انك تشوفي؟ هلا انت شو اللي بدك اياه؟ ولا شيء ولا شيء، صداقتنا فوق كل هالامور. ما في امور بيني وبين ابنك، ولحتى تقيمي هالافكار السوداء من راسك. ابنك حاول يعمل معي علاقه وانا اللي رفضت. بس هو ما قال لي هيك شيء. وقت اللي بترجعي على البيت اساليه. انا يوم وافقت على شغله واحده بس، انه نكون اصدقاء بدون اي غايه ثانيه. طب مو غريبة إنه وحدة بسنك تعمل علاقة أو صداقة مع واحد بسن ابن يامن؟ مو غريبة وقت اللي بتكون النوايا سليمة، وطالما نيتك مو سليمة ممكن تطويلي صفحة يامن؟ أنت ليش بتزعلي من كلمة الحق؟ أنا ما بسمح لك. ويا ريت تطوي صفحتي أنا وياكي كمان، لأنه ابني فؤاد ما عاد بده يانا نشوف بعض. عم تقلعيني يا رودينا؟ المهم يرتاح بال ابني فؤاد. مبروك مبروك يا سيد فؤاد، دمك طلع ما في البلا الحمد لله. هي نتيجة التحليل فينك تاخدها معك، ومبروك مرة ثانية. على شو مبروك؟ إنه رحاب الطاهرة طلعت. يا سيد فؤاد بتمنى ما تظلمها حتى تتأكد. لسه بدي أتأكد. يا سيد فؤاد خاطركم، خذ نتيجة التحليل معك. لا وإن شاء الله ميتة، أنا بعرف حالي. ينعمى شو لقيه؟ بدل ما يشكرنا. على شو بده يشكرنا؟ لكن على موعدنا، باي حبيبتي. هلا أنت شو يا أبو ربحي؟ أنا خالك صادق معلم. أيوة، وأنت يا علا خانم؟ وأنا أختك سارة. معناها الساعة 8 المساء بتكونوا مزروعين زرع على باب الشركة لحتى أمروا آخذكم، مفهوم؟ لعيونك معلم. قلي لي شوف أبو ربحي، عندك بدلة مرتبة؟ عندي لكان. وأنت يا علا خانم عندك فساتين خرج سهرة مرتبين؟ إيه عندي فساتين، بس ما بعرف إذا خرج هيك مناسبة. لا اوعك، انت المفروض اختي المدلله تنزل انت وياها على السوق،
بتشتري لها فساتين مرتبة وبتشتري لها سكربينة كمان. وشنطة. وشنطة. حاضر معلم. وبتروحي أنت عند كوفير بتساوي لي شعرك، شرشحة ما بدي، بتنفذي اللي قلت لك عليه، لا زايد ولا ناقص، مفهوم؟ حاضر. واعتبري هالتياب اللي رح تشتريهم هدية مني إلك، هذا فوق المكافأة اللي اتفقنا عليها. كتر خيرك. بصراحة معلم، أنا الطقم اللي عندي يمكن ما يلي بمقامك لأنه بدون لأنه. انزل اشتري طقم وجرافته وخليهم إلك هدول كمان، بجوز أصلا نضطر نزورهم مرة تانية. يلا روح عند المحاسب بوشك خليه يعطيك حقهم. أنا بخدمتك معلم. يلا اتكلوا على الله. هيك بتكون انحبكت صح مع الخال أوجه. ايه يعني معقول تتكوري بهالسرعه؟ بدنا ننفذ بجلدنا قبل ما ينسرقوا بقيه المصاري اللي معنا. صدقني الامان موجود هون مو موجود بكل اوتيلات الشرق، بس انت اللي حظك سيء. حتى ما يسوق اكثر نحن مسافرين. بس معقول تسافروا بالبر؟ على فكره ممكن تتكسر عظامك كلها بما تصلي. لا بالبر رح ننبسط اكثر على الطريق. طيب شو بدي اقول لك؟ قل لي انه بدك تزورني. اكيد ما بستغني، بس مو تغير رقم موبايلك ها؟ لا لا تخاف. انا بس رح حاسب. Yeah. على فكرة رح اشتاق لكم كثير. معقول الدنيا هيك؟ معقول ضلني سايق فيها؟ كل حياتي غلط بغلط؟ لوين بدي أوصل؟ لجهنم؟ والله جهنم قليلة علي. لك أنا دعست واحد بسيارتي قتلته. صار وقت التوبة يا فؤاد. ما بتعرف شو مخبيت لك هالدنيا الحقيرة. لازم تغير حياتك مثل ما قال لك موفق. هو الصح وأنا الغلط. أعطيني حصتي. الله ما أطيبك. اشتقت لك. سلام. أميرة؟ نعم. حطي عينك بعيني. ليش ما قلتي لي انه مؤيد طلبك للزواج؟ قال لك؟ قال لي؟ بس قال لي بده ياني اخطبك له. عم تضحكي بعيني؟ لأنه قلت له انه مكتوب كتابي. ايوه ما صدق لحتى انا اكدت له. طيب ليش ما قلتي لي؟ حسيت ما في ضرورة اقول لك طالما اكدت له اني بدي اتجوز. ايه بس هو يعني ما صدق الكلام هذا حتى اكدت له انا. سيدي بكره بصدق. يعني فكرك خلص استسلم؟ بده يستسلم، انت بس اكد له اني بدي اتجوز. اوف اميره انا ما بدي وجع راس ولذلك يعني هي نزلتك على الشركه ودوامك الله يخليك بلاها. شو يعني سالي؟ بدك تحبسني كل النهار والليل بالبيت؟ ليش حبيبتي تنحبسي بالبيت؟ ما انا عم بجي لعندك كل يوم وعم نقعد وبنتسلى وبعدين خلص انا قررت من هلا ورايح انه يوم الخميس والجمعه كون مسافر يعني هون. بس والله انا عم اتسلى بالشغل. الله يخليكي مو ناقصني وجع راس. بعدين شوفي لك انا بوعدك انه لما بنعلن زواجنا اعملي اللي بدك اياه، تنزلي على الشركه ما بتنزلي على الشركه بتداومي، مهم خلصيني من هالقصه هاي. جوعان شو طبختي لي؟ يلا بخاطركم يا جماعه. طب عود كل بعدين بتروح. انا اكلت لقمتين وكمل بالطياره، هدي انت طعمي الاولاد. يلا تروح ترجع. ديري بالك عندك. يلا بخاطركم. الله معك. رايك مع السلامه. نورمان وينها؟ عند رفيقتها هلا بتجي. بدك تسال عن ابوك وينه؟
بابا بعرف وينه، عزمه واحد صاحبه على الغداء. صاحبه ولا صاحبته؟ كان بده يحرق الشام كله كان خلص حراته. الله يخليك فاضل، انا من غير شيء متوتر، هلا بيزهق وبيرجع لحاله. ان شاء الله يتذكر يجيب لنا اكل. يا ابو بوس ايدك، بوس ايدك حاجه تبكي. انا بعثت لك مبلغ منيح مشان تعيشي فيه انت واختي. امي عيشوا عيشوا، لا تفكروا فيه. انا مسافر سفره طويله وما راح ارجع. لكن الله يخليكي حاجه تبكي. انا تبت وندمت على كل شيء ساويته، وعم بدعي لربي انه يقبل توبتي. يا مو بوسي لي اختي، قولي لي انا اسف. اسف ابني اسف. خاطري قلت لك فوت على اوضتك وسكر الباب على حالك. طيب ليش؟ يا ماما يا حبيبي هيك، وهو مسمع كلمة أبوه مو ناقص أبوه. قولي على العار اللي لبسنا بآخر العمر. يا ريتك ضليتك على السرطان. يا ريتك متي فيه ولا. يا ريت تركناك الزبتي عالق من على البلكون. لا يا ابو رامي حرام. أمجد! أمجد!
هلا احنا بنفوز على كاترينا. دفنه يا محمود تعبان يا